يا مصري مصر دايما بتناديك، بص نصري نصر بنور عليك. طيلة 100 عام تغنى المصريون بهذه الكلمات وغيرها التي ولدت في لحظة فاصلة في تاريخ البلاد، ثورة عام 1919، الاستقلال التام أو الموت الزؤام. فيما يتعلق بالمشهد الفني، في تأثيرات مباشرة مرتبطة بتفاعل الأنواع الفنية والأدبية المختلفة مع حدث الثورة نفسه، سواء بالتعبير عن الثورة وتحول الفن لمنشور سياسي أو سلاح أو أداة من أدوات الثورة. قبل ثورة 19 ما كانش في حاجة اسمها غناء وطني بالشكل الصريح، بمعنى أن مثلا علشان يتم الغناء لمثلا زعيم زي زعيم سعد زغلول، ما كانوش يقدروا يصرحوا باسم سعد زغلول مباشرة داخل الأغنية، ولكن كان اللي بيحصل ان هم يعملوا كلمات فيها إيحاء او تورية لسعد زغلول، زي يا بلح زغلول يا حلوة يا بلح، واغاني كتير، وشال الحمام حط الحمام من مصر لما للسودان، زغلول ومال قلبي إليه. دي برضو معنى كلمة زغلول هنا، يعني كان المقصود بها سعد زغلول. كانت منيرة المهدية كانت هي رائدة الغناء في هذه الأغاني. في مزيج فريد من كلمات بديع خيري وألحان سيد درويش، انطلقت أشهر الأغنيات التي ولدت خلال هذه الثورة الشعبية. أغنية قوم يا مصري. قوم يا مصري فضلت عايشة وفضلت تتردد في كل حركات الاحتجاج بعد كده، وشفناها في ثورة يناير 2011، في ثورة 25 يناير مترددة بقوة. هنا سيد درويش عاش لأنه عبر عن الناس وعبر عن اللحظة وعن الجديد فيها، اللي هو تبلور فكرة المواطنة بشكل كامل. فهو بيقول له ايه؟ في قبورهم على جدودك، في قبورهم كل عظمة بتستجار، فين أثارك يلي ما صنت الأثار؟ دول فتولك مجد وانت فت عار، لأنهم كانوا محتلين. عودة الروح لتوفيق الحكيم كانت أول الأعمال الروائية التي تناولت ثورة الشعب. عودة الروح حدث الثورة، مش يعني بيجي في نهاية الرواية، لكن هو في رأيي هو موضوع الرواية وبما في عنوانها نفسه. ولو أخذنا بالنا من تاريخ كتابة العمل، هنلاقيه عمل مقصود بشكل واضح ان هو في مواجهة الاستبداد والطغيان بتاع اسماعيل صدقي والانقلاب الدستوري اللي عمله في 30 واللي استمر ل 35. ففي قلب هذا الانقلاب توفيق الحكيم بيكتب رواية عودة الروح. وبالمثل كانت الثورة على الاحتلال البريطاني محور عمل الروائي المصري نجيب محفوظ في بين القصرين. ثلاثية نجيب محفوظ من النصوص القليلة التي حاولت أن تمثل، تقوم بتمثيل للحدث الثوري في 1919 من خلال منظور أحد أبناء الطبقة الوسطى. وامتد تأثير الثورة ليشمل واحدا من الفنون التي برع فيها المصريون قديما، فن النحت. يعد اسم محمود مختار علامة فارقة في فن النحت المصري الحديث، فهو النحات الذي عبر عن روح الثورة بتمثال يمثل تحولاً كبيراً عما سبقه من أعمال النحت. خرجت هذه الأعمال من رحم حالة وطنية كانت وما تزال نقطة فاصلة في تاريخ الفن المصري. عبرت الفنون عن هذه الحالة، جسدت حالة شعب يرفض الطغيان ويقدس الحرية، كما قالت الأغنية التي ولدت من قلب الثورة الشعبية منذ 100 عام
وظلت تتردد حتى أصبحت نشيداً تتغنى به الأمة بأكملها.